يترقب الأمريكيون والعالم مؤتمر الحزب الجمهوري الاثنين المقبل، والذي سيرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية في وجه مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن. وفي ختام مؤتمر الحزب الديمقراطي قال بايدن إن الانتخابات ستغير حياة الأمريكيين وستحدد كيف ستكون الولايات المتحدة لوقت طويل. So it's with great honor and humility I accept this nomination for president of the United States of America. بشرف كبير وتواضع أقبل هذا الترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم أنني مرشح الديمقراطيين سأكون رئيسا لكل الأمريكيين. رسميا قبل بايدن ترشيح حزبه ليواجه الرئيس دونالد ترامب في 3 نوفمبر المقبل، موعد سيشهد استفتاء على سياسات الرئيس الجمهوري الداخلية كالهجرة والاقتصاد، وصولا إلى معالجة أزمة فيروس كورونا وتبعاتها. انظروا من حولكم، أزمة فيروس كورونا ليست بهذا السوء في كندا أو أوروبا أو اليابان أو حتى في أي مكان في العالم تقريبا، والرئيس يقول لنا إن الفيروس سيختفي منتظرا حدوث معجزة. ولم يغفل مرشح الديمقراطيين انتقاد سياسات ترامب الخارجية، وهو يعد بأمريكا أفضل. سأكون رئيسا يقف إلى جانب حلفائنا وأصدقائنا، وسأوضح لخصومنا أن زمن التقارب مع الدكتاتوريات قد انتهى في عهد الرئيس بايدن. لن تقض أمريكا الطرف عن المكافآت الروسية مقابل قتل الجنود الأمريكيين، ولن أتهاون مع التدخل الأجنبي في التصويت، أحد أقدس ممارساتنا الديمقراطية. وقبل انطلاق الليلة الأخيرة بساعات، أعلن 70 مسؤولا جمهوريا سابقا في مؤسسات الأمن القومي دعمهم للمرشح الديمقراطي في رسالة للناخبين المستقلين والجمهوريين المترددين. خلال 4 أيام وعن بعد، اختار الديمقراطيون مرشحيهم لمنصب الرئيس ونائبه. انتقدوا ترامب أقواله وأفعاله وأشادوا ببايدن، وكأنهم يخيرون الأمريكيين بين مرشحهم أو 4 سنوات من الأزمات. أنس الصبار، سكاي نيوز عربية، واشنطن. مزيد من المتابعة معنا من واشنطن الكاتب والباحث السياسي ياسر الغسلان. أستاذ ياسر، أهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية. كيف بدأ مؤتمر الحزب الديمقراطي عبر الإنترنت؟ هل حقق أهدافه برأيك؟ في الحقيقة المؤتمر كان استثنائيا على اعتبار أنه نقل عن طريق الإنترنت، ما كان يعني وجها لوجه كما اتبعت أو كما كانت العادة. ولكن ربما من الملاحظ على المؤتمر بحد ذاته أنه كان أشبه باستفتاء للأمريكيين باتجاه اختيار ترامب كرئيس، فهو كان ربما أكثر من كونه تقديم لأجندة الديمقراطيين، هو كان استفتاء على ترامب كرئيس. وكذلك لو لاحظنا ضمن المحاور الرئيسية التي غطاها المؤتمر، ركزت على ربما 4 محاور رئيسية. المسألة الأولى هي التحريك الشعبي، والهدف من هذا التحريك هو تغيير وإعادة أمريكا لدولة الاتحاد التي يقولون أن ترامب هدمها. الأمر الآخر هو أهمية القيادة، وبالتالي التركيز على خبرة وشخصية المرشح بايدن في أخذ أمريكا لمواجهة التحديات المستقبلية والحالية، وتوحيد الشعب كذلك باتجاه رئيس يستمع لأصحاب الخبرة ويتحمل المسؤولية، وهذه كلها رسائل مضمنة. نعم. يتهم الديمقراطيين الرئيس ترامب بأنه غير ملتزم فيها. ربما آخر نقطتين هي أنه بايدن سيأخذ البلاد بعيد عن الفوضى والأزمات، والنقطة الأخيرة هي إعادة أمريكا كما ذكرنا إلى أسسها الأساسية من الديمقراطية والمشاركة بين الحزبين. حتى الآن استطلاعات الرأي أستاذ ياسر تقول بأنه بايدن متقدم على ترامب، ولكن هل بالضرورة بأنه جو بايدن في رواق جيد للإطاحة بترامب؟ لو نظرنا للاستطلاعات خلال الأشهر الماضية والأسابيع الماضية، نجد أن هناك تقدم مريح لبايدن خلال الأشهر الماضية، ولكن مع قرب المنافسة ودخولها واحتدامها بدأنا نرى أن ترامب بدأ يتحسن وضعه ضمن هذه الاستطلاعات. قبل 3-4 أسابيع الفارق كان في حدود 13 نقطة، اليوم معدل الوسط لجميع الاستطلاعات في حدود 8.6 نقاط. كذلك نرى أنه معدل الرضا عن الرئيس
خلال الشهر الأخير ارتفع نقطة ونصف من 40 إلى حدود 41.5. فهذه كلها مؤشرات ربما ينظر لها على أن ترامب لا زال في موقف محرج، ولكنه إذا استمر، والأمل هو في انعقاد الحزب الجمهوري الأسبوع القادم أن يحرك القواعد كما ذكر التقرير، قواعد الجمهوريين الأساسية، الأغلبية الصامتة كما يسميها، وربما إعادة المستقلين الذين طيب. كان لهم أثر إيجابي على فوز ترامب في المرحلة أو في الرئاسة الأولى. ما تأثير وجود كامالا هاريس إلى جانب جو بايدن برأيك؟ لا شك أنه كامالا هاريس ربما ضمنت لبايدن على الأقل الصوت الأفريكان أمريكان، رغم أنه هذا الصوت تقليديا وتاريخيا يصوت للجمهوريين أو للديمقراطيين عفوا، ولكنه هذه ضمانة. ضف على ذلك هو النساء، نعلم أنه كثير ممن صوتوا لترامب في الانتخابات السابقة كانوا من النساء، فربما هذا اختيارها يدخل احتمالية الولوج نحو الصوت النسائي في أمريكا فرصة أكبر لبايدن، والمساهمة في زيادة عدد المقاعد في المجمع الانتخابي، لأن الصوت الشعبي إلى حد كبير ربما نستطيع أن نقول أنه شبه مضمون إلى حد ما إذا ما تكررت تجربة 2016، ولكن الديمقراطيين يحتاجون إلى مجمع انتخاب وضمان أصوات الولايات بالكامل. مؤتمر الجمهوريين الاثنين المقبل، هل من المتوقع أستاذ ياسر أن يقلب الطاولة على الديمقراطيين برأيك؟ ربما قلب الطاولة هذا ربما تعبير فيه شيء من يعني الوصف المبالغ، لكنه لابد أن نراه في سياقه الطبيعي. أولاً المؤتمر سيكون إلى حد ما شبيه بالمؤتمرات التقليدية، ستكون هناك لقاءات وجه لوجه وراليز أو مواجهات بين المرشح وبين المتحدثين والجماهير بشكل عام. كذلك هناك الرئيس سيتكلم من البيت الأبيض، وهذه كذلك ربما شيء فيها نوع من الرمزية وسابقة أمام 1500 من مؤيديه. ونعلم تماما أن ترامب قوته الرئيسية في شحذ القواعد هي من خلال خطاباته وحماس الجمهور. فإذا افترضنا أن هذه المكونات تعيدنا بالذاكرة إلى 2016، فلا شك أن المؤتمر نفسه سيحدث فارق في حضور ترامب من الآن فصاعدا. لاحظنا بأن مؤتمر الديمقراطيين ضم يعني أعضاء جمهوريين، هل نتوقع الشيء نفسه في المؤتمر الحزب الجمهوري؟ حاليا ليس هناك أي مؤشرات بأن هناك ديمقراطيين انقلبوا على المرشح بايدن، وإن كان هناك نعلم تماما أنه داخل المعسكر الديمقراطي ليس الجميع من يؤيد ترامب، ولكن ربما آثروا الصمت. ونعرف بأن أقصى اليسار على سبيل المثال جماعة ساندرز ليسوا بالضرورة مؤيدين لترامب، وهم ذاتهم من امتنعوا عن التصويت مع هيلاري بعد انسحاب ساندرز. وكذلك التقدميين نعلم تماما بأنهم ليسوا ممن يتحمس كثيرا لبايدن، على اعتبار أنه بايدن ينظر له أكثر باعتباره من الديمقراطيين المعتدلين، أو كذلك كما يقولون بأنه يتلون أحيانا ما بين خطاب فيه شيء من اليسارية لحماسهم، ولكنه يعلمون تماما خلال 47 سنة من خبرة في العمل السياسي أنه رجل يقف في الاعتدال. فالطيف الديمقراطي اليوم متشكل من أطياف كثيرة وليس جميعه من المعتدلين. اليوم شاهدنا ترامب كيف يتحدث عن فكرة القانون والنظام العام، على ماذا سيركز مؤتمر الجمهوريين، خصوصا وأنه يعني أشار إلى أن الديمقراطيين الذين يسيطرون على الولايات فقدوا النظام في تلك الولايات، إلى أي حد ربما سوف تساعد ذلك الجمهوريين على توجيه لكمات للديمقراطيين؟ في الحقيقة هذا أظن نقطة مفصلية في الحوار، لأنه حاليا ترامب والحزب الجمهوري بشكل عام يحاول أن يصور الديمقراطيين باعتبارهم يؤيدون حالة الفوضى أو يعني سيطرة المجاميع. في المؤتمر الجمهوري أساسيات الخطاب ستكون أمريكا أنها هي أرض الوعود،
هذه هي من الرسائل الرئيسية. أضف على ذلك قضية الفرص، أن أمريكا هي أرض الفرص ونحن كجمهوريون سنفتح هذا المجال، إضافة إلى تركيز على نقطتين رئيسيتين هم أبطال أمريكا، الشعور أو بث فكرة البطولة في أمريكا وعظمة أمريكا. فخطاب ترامب في 2016 يبدو أنه سيتكرر مجددا، ولكن من خلال تقديم أمثلة حقيقية، من خلال الصدام الديمقراطي الجمهوري ودور الديمقراطيين في إفشال هذه العظمة التي يدعو لها ترامب. شكرا جزيلا لك أستاذ ياسر الغسلان، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من واشنطن. شكرا لك.